أيضا هناك نقطة طرحت على مستوى الخطوة الأخيرة للنقل العمومي على مستوى الرباط سلا تمارا. أولا لابد من تسمية هذا الإنجاز والذي كان محط انتقاد كبير في سنوات إلى غاية أشهر سابقة. كانت هناك انتقادات يعني لا تتوقف، وكان هناك مجهود بودي في إطار مجموعة التعاون وفي إطار عمل مضني لوزارة الداخلية من أجل حل معضلة النقل الحضري العمومي على مستوى هذه المدن الثلاث بشكل أساسي والمحيط ديالها. يعني تحدثوا على سلا، العملية كينزل حتى تقرب السطين، فضلا عن محيط جغرافي ممتد. اليوم هذا إنجاز وقع، ولا يمكن بأي حال تبرير حوادث العنف. هناك الآن نظام لليقظة بكاميرات من أجل تصدي الحازم وإعمال القانون بصرامة إزاء أي محاولة لاعتداء على الممتلكات العمومية. هذا مرفق عمومي، ولا يمكن تبرير ذلك بأي شيء من الأشياء. هذا جديد. ثالثا، الملاحظات التي أثيرت يمكن لنا أن توجه لمجموعة ديال التعاون من أجل دراستها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها. أي ملاحظة راه كاين الآن منظومة تتلقى الملاحظات. ما هو أساسي أن الالتزام الذي سبق أن أعلن عنه من طرف الحكومة في البرلمان من أن هذا المشكل سيحل تم الوفاء به. الآن أي ملاحظات تعالج في الإطار ديال المؤسسات المرتبطة بالجامعات الترابية. لكن في نفس الوقت ينبغي أن يكون التنديد والرفض القاطع الذي لا يمكن أن يبرر بأي شيء لأي محاولة اعتداء على هذه المرافق. هذا ملك عمومي، هذا ملك الجميع، ينبغي أن نصونه ونحفظه.